حياكم الله وحيا قناتكم الموقرة وحيا السادة المشاهدين، كما أحيي جمهورية مصر العربية شعبا وقيادة. أولا عايزين نطمئن حاليا الآن على الوضع في بغداد. سيدي العزيز، الوضع في بغداد في الوقت الحالي هو لا يحمد عقباه، والوضع في بغداد هو مثل ما نقول الساعات والأيام القادمة هي حبلى بالمفاجآت، لكون القوى السياسية لم يثبتوا لحد هذه اللحظة بأنهم متمسكين بأن يكون هنالك استقرار في العراق ويعني نعيش بأمن وأمان ويكون هنالك أمن المواطن فوق جميع المسميات. ونلاحظ بعض الأطراف السياسية لم ينزلوا من فوق التل ويجلسوا على طاولة الحوار، نلاحظ بأنهم بين الحينة والأخرى يخرجون بتصريحات، وهذه التصريحات تدل إلى التصعيدات وتدل إلى بأنه من المحتمل أن يأخذنا إلى اقتتال داخلي، لكن الحكومة العراقية اليوم تدرك هذه المسألة، وكذلك معها القوات الأمنية تتعامل بكل مهنية وهدوء اتجاه المتظاهرين حتى لا تكون هنالك أي إراقة دماء. المخاوف أستاذ باسل، المخاوف إنما تشهد العراق مرة أخرى منزلق اللي كان في عام 2019 وتظاهرات مستمرة، عدم استقرار أمني، وبالتالي ربما تحدث فوضى. المسؤولية الأمنية النهاردة مسؤولية السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء القائد العام للقوات المسلحة حاليا، إلى أين تتجه؟ السيد مصطفى الكاظمي الآن يستنزف كل طاقات الجانب التنفيذي والمؤسسة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن المواطن، لكون اليوم هذا الاقتتال واليوم هذا التصارع واليوم هذا الانسداد بين القوى السياسية، ولكن الحكومة والمؤسسة الأمنية لا يمكن أن تزج بهذه المسألة، وهو يحاول دوما وتكرارا بأن يكون هنالك هدوء واستقرار، لكون هنالك أطراف كثيرة تريد أن تأخذ العراق إلى نفق مظلم أو إلى منزلق لا يحمد عقباه. فنلاحظ السيد الكاظمي حتى في خطاباته وخطابه الأخير قبل ساعات يتحدث ويقول يجب الحفاظ على أمن المواطن ويجب اللجوء إلى لغة الحوار والجلوس على طاولة واحدة، لكونه اليوم يعتبر هو القائد العام للقوات المسلحة، فلا يمكن إلى أي طرف في وجود القائد العام للقوات المسلحة أن تكون هنالك إراقة دماء. كما نلاحظ بأن هنالك سلاح خارج سيطرة الدولة وفصائل مسلحة وميليشيات تتمنى أن يكون العراق بنظام اللا دولة، لكن الحكمة التي يحملها السيد الكاظمي والإدراك الذي يراه بما يحدث لا يمكن أن يسمح لهذه الأطراف أن تتعامل بهذه السياسة. موقف القوى السياسية والأحزاب من هذه التظاهرات، لأنه كان في دعوات ودعوات أخرى مضادة، تيار مقتدى الصدر، تيار نور المالكي وغيره، دعوات، هل هذه الدعوات تستمر في التظاهر أم سيعودوا إلى طاولة الحوار؟ ما دام الإطار التنسيقي متمسك في المبادئ، وما دام الإطار التنسيقي متمسك بأن تكون الحكومة كالحكومات السابقة، التيار الصدري لا يمكن أن يتراجع عن هذه المظاهرات، والآن يوجد هنالك اعتصامات في داخل المنطقة الخضراء. هذا جانب. جانب آخر سيد العزيز، عندما انسحب السيد الصدر من البرلمان وقدم استقالة 74 نائب، قال بأن أنا تركت المعارضة البرلمانية واتجهت إلى المعارضة الشعبية، فبمعنى أي مسألة لا تصب بخدمة الشعب العراقي والمواطن سوف نخرج بمظاهرات. والشارع العراقي كان يأمل ويتوقع بأن الإطار التنسيقي سوف يأتي بشخصية غير جدلية، شخصية مهنية، شخصية لم يأخذ على عاتقه مناصب في السابق أو يكون من الخط الأول أو الثاني من الأحزاب، لكن الشارع العراقي قد تفاجأ بأن الإطار التنسيقي قد أتى به شخصية كل هذه المسائل التي ذكرناها متوفرة لديه، واليوم أصبح هنالك غليان. هذا جانب. جانب آخر سيد العزيز، في الأيام الماضية عندما خرج التيار الصدري في مظاهرات ودخل إلى المنطقة الخضراء في الأسبوع الماضي، كان يتوقع بأن الإطار التنسيقي سوف يتراجع عن هذا المرشح ويبدأ بمرشح آخر غير جدلي، لكن بعدها لاحظنا التصريحات هي غير هذه المسألة.
التصريحات هنالك إصرار وهنالك تحدي وهنالك فرض إرادة بأن يبقى نفسه هذا المرشح. البعض سوف يسأل لماذا هذا المرشح أو لماذا هذا التأكيد أن يأتوا بشخصيات لديهم ولاء إلى الأحزاب، لكون هذه الأطراف السياسية لديها ملفات فساد إداري ومالي وملطخة أيديهم بدماء العراقيين وهنالك إملاءات خارجية يتعاملون بها. فهذه الأطراف لا تريد أن تأتي بشخصية مستقلة، لكون الشخصية المستقلة من المحتمل سوف لا ينصاع إليهم، من المحتمل سوف لا يتابع أوامرهم، من المحتمل بأنه لا يحجم العراق من علاقاته الدولية، لكون لاحظنا العراق على مدى سنوات طويلة هو قد أصبح عن عزلة من المحور العربي من العلاقات الدولية ولا ينفتح، وبقي متغرمل بعلاقة مع دولة معينة وهي الجارة إيران. حكومة السيد الكاظمي لا انقلبت الطاولة، عدنا إلى حاضنة الدول العربية، أصبح العراق عنصر وجزء لا يتجزأ من المحور العربي. صحيح. وهنالك علاقات وهنالك مصالح مشتركة. هذه المسائل لا تصب هذه الأحزاب السياسية، هذا جانب. جانب آخر، المواطن العراقي اليوم ماذا يريد؟ لا يريد شيء من القوى السياسية، أعتذر عن الإطالة، يريد من القوى السياسية أن تأتي بشخصيات مثل ما نقول الشخص المناسب بالمكان المناسب، من رئيس الوزراء إلى الكابينة الوزارية، وشخصيات معروف عنهم بالمهنية والوطنية والنزاهة. الشيء بالشيء يذكر، اليوم نلاحظ بأن مثال وزارة الداخلية العراقية والذي هي لديها التماس مباشر مع المواطن العراقي، على مدى 18 سنة هذه الوزارة خضعت إلى التحزبية وإلى المحاصصة، ولم نأتي بشخصية هو من رحم هذه الوزارة. لمرة واحدة في حكومة السيد الكاظمي أتينا بالسيد عثمان الغانمي، الفريق الأول الركون الذي كان رئيس أركان الجيش، وكل أبناء الشعب العراقي يعترفون بنزاهته ووطنيته وشخصية يحمل معيار الأخلاق والولاء إلى الوطن، أقلب الطاولة وحقق إنجازات في داخل وزارة الداخلية، واليوم أبناء المؤسسة الأمنية يستبشرون خير، والمواطن العراقي يلاحظ أن هناك استرياح وأمان بوجود أمثال هذه الشخصية. ما هو الضرر اليوم إذا نأتي بكل الكابينة الوزارية بشخصيات مستقلة ومهنية أمثال ما ذكرته عثمان الغانمي؟ هل الرحم العراقي الذي ولدت أمثال عثمان الغانمي لا تولد الكثير من الشخصيات؟ فمن هذا المنطلق المواطن يتحدث، يقول كفى محاصصة، كفى تحزبية، علينا بأن ولمرة واحدة القوى السياسية فعليها أن تعترف بأنها فشلت بإدارة الحكم على مدى 18 سنة، لكون المحاصصة والتحزبية لم نحصد ثمارها، أتت بالعراق إلى الهاوية. فهذه المسألة التي يتحدث بها المواطن العراقي. أما القوى السياسية الأخرى المتمثلة بالإطار التنسيقي، لا، مصرة ومتمسكة بأن تبقى تلك المحاصصة المقيتة والتحزبية لا تغادر العملية السياسية. أستاذ باسل، النهاردة في دعوة من الرئيس برهم صالح ودعوة من سيد مصطفى الكاظمي لكل الأحزاب والقوى والكتل السياسية للتحاور والتفاهم، هل هناك استجابة لهذه الدعوة ولا لا؟ أنا أستبعد هذه الاستجابة. لماذا؟ لكون القوى السياسية على مدى 8 أشهر السيد الصدر كان يرسل إليهم برقيات ورسائل، تعالوا فلنجلس على طاولة واحدة ونبدأ بحكومة أغلبية وطنية. هذه الأطراف السياسية لا تريد حكومة أغلبية وطنية، تريد حكومة توافقية. التوافقية فبمعناها قدم في داخل البرلمان وقدم في داخل الجانب التنفيذي. زين، اليوم إذا قدم في داخل الجانب التشريعي وقدم في داخل الجانب التنفيذي، من الذي سوف يحاسب الفاسدين ويراقب ويشرع الكثير من المسائل؟ هذا جانب آخر. المسألة اليوم الأساسية وحل الأزمات وما يحدث هو أن يبقى، وهناك تلميحات من بعض الأطراف السياسية أن يبقى السيد الكاظمي لحين العام واحد 2023 ويهيئ لإجراء الانتخابات الأساسية، ويتم بهذه الفترة تعديل الدستور العراقي وتعديل قانون الانتخابات. فإذا تم تعديل قانون الانتخابات من ضمنها أن تنفذ بحذافيرها قانون انتخابات، مثال بسيط في داخل قانون الانتخابات والمفوضية، بأن كل حزب يمتلك فصيل مسلح
وميليشيا خارج سيطرة الدولة لا يمكن أن يخوض الانتخابات ويشارك. اليوم نلاحظ الإطار التنسيقي بأكملهم كلهم لديهم فصائل مسلحة وميليشيات وسلاح خارج سيطرة الدولة ولديهم ولاءات إيرانية، فهذه الأطراف هم جملة وتفصيلا لا يمكن أن يخوضوا الانتخابات ويشاركوا بالمرحلة القادمة. فهنا المعضلة الأساسية، المعضلة لا يوجد اعتراف بأنهم فشلوا بإدارة الحكم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ باسل كاظمي المحلل السياسي من العاصمة العراقية بغداد. نتابع